بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جاي لكم بفيديو ممكن يكون مش جديد عليكم، بس هنعرف ازاي نظلل او نلون بالالوان الخشب وازاي نرسم عين بالالوان الخشب. الموضوع بسيط جدا، هي بعض طبعا الالوان بتاعتنا اللي انا بشتغل بيها دي فابريكاسل ارت جريب زي ما انتم شايفين كده، ايه ارت جريب اكريل، تمام. دي بصراحه حلوه جدا. طبعا قبل ما بشتغل بقى بالالوان بمسح الخطوط اللي انا عملتها برصاص كاوت لاين، بس بخفها بسيط كده عشان ابقى شايف برضو انا بعمل ايه، عشان لما باجي الون وهي تقيله فهنلاقي الموضوع مستفز جدا، والالوان ما بيبانش فيها، بنلاقي الخطوط الرصاص واضحة قوي، تمام. طيب انا دلوقتي هبدأ اظلل العين. اول حاجة بستخدمها اللون الاخضر ده. اللون الاخضر ده بدي بيه طبقة اولية كده، المفروض في البورتريكة كله يعني، فبما ان انا هرسم العين الاول زي ما احنا شايفين كده، هشتغل على العين بس. طبعا هتيجي يقول لي انت بترسم باللون الاخضر ازاي في البشرة؟ طبعا اللون الاخضر ده مش هيبقى باين اساسا في البشرة، هو زي ايه، بطانة كده زي الطانة كده نعملها أول، لأن الألوان الخشب ما بنيجي نستخدمها أو الألوان عموما مش بنستخدم لون واحد بدرجاته، لأ بيبقى تبقى ألوان كتير متداخلة مع بعضها بحيث إنها تديك غزارة أو ثراء في اللون، واللون ما يبقاش فقير، لان اللون لو درجة واحدة بس اللون بيبقى فقير جدا 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 والرسمة متبقاش حلوة. طيب انا احدد ازاي الدرجات بتاعت الالوان دي؟ هقولك، في البشرة عموما اللون الاخضر ده بيبقى لون اساسي في الارضية بتاعتها، بعد كده طبعا بتظلل حسب الغامق والفاتح اللي عندك، بتحط في الفاتح فاتح والغامق غامق كأنك بتظلل بالرصاص بالظبط، تمام. طيب بعد كده نرجع تاني لموضوعنا اللي هو ايه، نحدد الالوان بناء على ايه. طبعا هي تبقى بناء على البورتري اللي انت بترسمه، هل درجة بشرته فاتحة ولا غامقة، فبناء عليه بتحدد الالوان. لو درجة بشرته فاتحة بتستخدم فيها طبعا الالوان اللي هقولها دي اساسية في البشرة الفاتحة والغامقة، السيمون اللي هو ده السيمون، الاورنج بدرجاته الغامق والفاتح، وعندنا البينك، واحيانا الموف، في برضو السيمون ده معلش هو صغير شوية بس ايه يعني قرب يخلص، وده الاخضر. دي الدرجات الاساسية اللي احنا ممكن نستخدمها في اي بشرة سواء غامقة او فاتحة. اوكي، اول بندي التون ده اللي هو الاخضر، بس يعني خفيف ما تقلش ايدي فيه. اوكي، بعد كده ببدأ احط السيمون، خلينا ده سيمون فاتح ده سيمون غامق. بصوا بقى لما بدأت احط لون سيمون، طبعا ثانية واحدة، بري هو اصلا خلص، لما بحط الدرجة بتاعت السيمون بتديني درجة غامقة على اللون الأخضر. بصوا عاملة ازاي، هي لأن الجزء ده أساسا غامق،
هقولس برضو درجات الفتحة ما باجي عندها اظل الفاتح عشان ما تغمقش معايا خالص، زي ما انتوا شايفين كده. هعمل تحديد بسيط بس باللون اللي هو البني المحمر كده العين عشان بس تبقى واضحة لي ويبقى واضح لي انا بشتغل فين. اشتغل بالراحة قوي. احنا شغالين ايه؟ نبدأ بقى نكمل. معانا عندنا هنا القوس اللي فيه الخط بتاع الجف. رسم يا جماعة، واحنا شغالين بنرسم نبص كتير على الصورة اللي احنا بنرسم منها، ما نسرحش عشان نقدر نطلع الشبه. ان في ناس كتير بعد ما بتشتغل وبترسم تقول انا عملت كل اللي اتقال عليه ومش عارف ايه، وبعد كده يجي يلاقي الشبه مش هو، فيقول طب انا ايه اللي غلط، الا ايه اللي انا غلطت فيه. اللي انت غلطت فيه ان انت مش مركز بتسرح، لازم تكون مركز في كل تفصيلة، لانك انت لو عملت تفصيلة واحدة غلط هتلاقي الشكل معاك اختلف من محمود لمحمد على طول. نيجي بقى عند نين العين، نين العين بيبقى عندنا جوه نين العين فيه الايه؟ البؤبؤ. البؤبؤ ده بيقف في منتصف العين اللي هو الاسود، حتى لو مش باين لازم اعمله بينه عشان بيدي للعين واقعية اكتر. طبعا احنا عندنا العين هنا غامقة، بس مفيش عين بتبقى غامقة، بعمل مكان للاضاءة، قصدي مفيش عين بتبقى سودة، فاحنا مش هنعملها سودة، احنا هنعملها هنديها بعض الالوان كده. طبعا هنديها اللون اللي هو البني ده، حاول كده وانت شغال دايما تدي حيوية للعين بالذات ببعض الألوان. بصوا انا اديت برضو اضاءة في العين من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال وانا شغال كده، وهبدأ احط اللون البؤبؤ الاسود. البؤبؤ طبعا بيبقى اسود غامق. اهو تمام. بعد كده هبدأ اغمق شوية، ادي اللون اللي هو ندي اللون اللي هو الايه الموف شوية، صوصيتها مش كتير ما تقلش، ادي خفيف كده بحيث ان هو مع الالوان يشربوا من بعض مع الكلمة يعني.
طبعا ما جيش عندي المكان اللي انا عامل فيه الاضاءة، عشان نسيبها فاتحة كده فتديك في الاخر اضاءة، عشان الناس اللي بتعملها بالقلم الجل ده. انا ما حبسش بصراحة القلم الجل، ان هو بيدي بيبقى فيه طبقة كده باينة في البورتريه عن قرب، يعني لما بتيجي تتفرج عليه تبقى مش حلوة يعني. بعد كده نيجي للون البني المحروق، اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا اللون البني بقى ده هيغمق معانا، ده احنا شايفين كده. خفينا اللمعة شوية عشان هي خفيفة في الصورة اهو. ممكن بقى باللون الاسود نغمق شويه الحدود، بس ما تقلش عليه عشان هو ما يبانش، هو بيدي بس ايه، عايزينه يدي التاتش الغامق مش اكتر. كده يعني اهو. تمام، بعد كده نبدأ نحدد بقى حوالين العين. تحديد بقى ده بيبدأ يظهر العين معانا. طبعا ليه احنا بنحدد في العين؟ لان العين فيها خطوط ظاهرة لازم تتحدد. نيجي بقى على القناة الدموية، نديها لون السيمون ده شوية، هيدخل فيها لون بينك كمان. انا بقى اللون البينك كمان يدخل في القناة الدمائية، النت بقى فيها الجزء بتاع اللحم باين شوية فيها. ندي بينك بقى فوق العين كده. برضه زي ما انتوا شايفين انا بغمق في الحتة اللي هي محتاجة تبقى غامقة بكل الألوان اللي انا بستخدمها. تداخل الألوان بيبدأ يديك ايه، ثراء لوني. تمام، بعد كده باجي على اللون الأورنج اللي هو ده. اللون الأورنج ده بقى بيبدأ يدي الإيه، الدم بتاع البشرة. طبعا ما تقلش ايدي فيها عشان ما يبقاش حزل. اوكي،
ولو حسيت ان في لون غلب على لون هرجع ادي سيمون تاني. سيمون اللي هو ده الفاتح وده الغامق معانا اهو. خلي الألوان تاخد من بعضها زي ما احنا شايفين كده. شفتوا معايا الألوان بقت عاملة ازاي؟ تبدأ تظهر بقى معانا العين كويس قوي. بعد كده هو ايه، تحس ان انت براحة نفسية، بدأ الشكل يظهر معاك. تمام. بعد كده عندنا اللون البياض بتاع العين، ما بيبقاش ابيض يعني، ما تسيبوش فاتح، ظلله بقلم جري فاتح كده. ممكن برضو كمان انت تشتغل بالبريزما، حلوة قوي الالوان الخشب، موجود منها عندنا. لو انت حابين ان انتوا تشتروها كلموني، تلاقوا كل حاجة خاصة بيا هتلاقيها موجودة في البايو وفي الانفورميشن تحت الفيديو. متنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان تشوفوا كل جديد معانا، وتفعلوا الجرس اهو كده. تبدأ تدي للعين عمق شوية، بعد كده تبدأ تكمل بقى تحت، ندي شوية تفاصيل كده. في الرجالة بتلاقي الرموش بتاعتهم مش واضحة أوي لأنها بتبقى صغيرة جدا. طبعا انتوا سامعين صوت البرق بتاعنا، نجيبي عشان يدينا سن شوية في الحتة اللي احنا بنعملها دي. تمام. بعد كده بنيجي نعمل الرموش، نديله شوية رموش كده برضو خفيفة كده مش قوي، زي كده مش هتبقى واضحة عشان هي بتبقى صغيرة قوي. تمام. طيب بعد كده بنيجي للإيه، لشعر الحاجب. نبدأ الأول كده نستخدم حاجة بسيطة عشان تحدد لنا بس شكل الايه الحاجب عامل ازاي. طبعا شهر الحاجب بتاع الراجل بيبقى منحكش زي ما انتم شايفين كده، بس برضه ركز عليه، شوف كل شعرية رايحة باتجاه عامل ازاي عشان اقدر اطلع نفس الشكل بتاع الحاجب اللي موجود قدامي. فعملنا نعمل شعراية شعراية. في النهاية كده الحاجب بيبقى خفيف، كل طبعا واحد على حسب حجمه عامل ازاي او شكل الحاجب عامل ازاي. خدوها قاعدة يا جماعة ان البيزكس واحدة كل حاجة، ولكن في كل شخص كل شكل بيختلف عن التاني. فلازم ترسم اللي انت شايفه مش اللي انت حافظه.
بس كده نبدأ ندي بقى تاتشات ألوان تانية في الحاجة ما نلاقيها. ندي اسود شوية تمام اهو. بس كده نكون خلصنا العين بكل سهولة جدا. انا كنت استفدت معايا النهاردة، واستنوني فيديوهات تانية كتير جاية، وبستنى بجد تدعموني تعملوا شير وسبسكرايب للقناة بتاعتي، وشكرا جدا.